في هذا اللقاء ونحن نلتقي مع هذه الثلة أستحضر شيئا جميلا وأرجو أن يتخذه كل واحد وجوبا، ماشي الله يرحم والديك، وجوبا، شعارا له، شعار أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطانا حتى شي مربي آخر، وهو حينما قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إنما أنا لكم رائع. كان الناس يقولون من علمني حرفا صرت له عبدا، وقلنا إن العبودية لا تليق بمن يعلم، الذي يعلم يحرر لا يستعبد، فرق كبير أن يجعلك هذا الذي علمك عبدا له أو أن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لك مثل الوالد. ما معنى مثل الوالد؟ الوالد يجد نحو ولده الحب والرغبة في المساعدة، وهذا الوالد لا يذر شيئا من الخير إلا جلبه لولده، ماشي تلميذه، ولده. بالله عليكم لو طبق كل رجال التعليم ونساء التعليم هذا المعيار، أنا لك والد، هذا الذي يدرس عندك ليس تلميذا لك إلا بحكم الوضع الإداري، ولكن هو قبل ذلك هو ولدك، إذا نجح فهو ولدك، إذا رسب فهو ولدك، ليس بينك وبينه أي علاقة إلا علاقة الوالدية. ثم أضم إليها ما كان يقول به أرسطو أظن، وحينما قال لشخص كان قد أرسل إليه ولده ليتعلم قال خذ ولدك عني لن أستطيع أن أعلمه. قال لماذا؟ قال لأنه لا يحبني، إنه لا يحبني فلن يتعلم مني. لاحظوا، إذن فهذا أب يحنو ويحب وهذا تلميذ يحب، فتكون العملية التعليمية كلها محفوفة بالمحبة، تكون ناجحة، وهذا الحب ينداح على الوطن على الأمة كلها، فنزرع الحب لا نزرع البغض والكراهية والحقد على الآخر والرغبة في إسقاط الآخر. قرأوا ما يكتب الآن في وسائل التواصل، أتجدون فيه رائحة المحبة؟ لا يوجد في رائحة الكراهية. من كان له عيب لا بد أن نذكره، إذا لم يكن له عيب نصنعه له، المهم أن الآخرين كما قال سارتر هم الجحيم، الآخرون هم الجحيم. إذن لاحظوا هذه القضية التي ربما تبدو سهلة، هذا الجو الذي نشتغل فيه، هذا الجو الذي نشتغل، لكن حينما تسوء العلاقة من الجهتين، حينما ينظر الأستاذ لتلميذه على أنه مادة للإثراء، إذا أعطيتني علمتك، إن لم تعطني حرمتك، إذا كنت غنيا نجحت، إذا كنت فقيرا تراجعت، هذه ليست هي، هذا ليس صنيع الآباء. ها، التلميذ ليس مصدر الكسب سواء كان في التلميذ ولا في الجامعة أبدا، هذه علاقة موجودة ولكن يجب تصحيحها. نقول هذا إنسان، هذا مستقبل، هذا تنتظره أسرة، هذا لم يأتي هنا ليغدق على الآخرين، هو فقير ومحتاج وفي ذات عمره يجب أن لا يشعر بأنه يستغل، فيه جهله وعجزه وأنه يخاف من امتحانات، حرام هذا الأمر يكون. وفي المقابل حينما أرى أن التلاميذ يتحرشون بالأستاذ ويحرصون على تصويره ولو أخطأ لينشر هذا ويفرح المجتمع بهذا، هذا هدم تماما. هذا الأستاذ خطأت فعلا، عنف فتاة والمتعنفة وقال بأن ضربت كانوا يضربوه في أي مجتمع تكلموا أنتم؟ أي مجتمع؟ حرية الإنسان ما راش نتكلموا على حرية، احنا نتكلموا على الوطن سيهدم، لأن هذا الإنسان يأتي تلميذه ليدخله إلى السجن. قد تقول له محبة للتلميذ، طبعا كان سمعنا كلام ماشي بصح، هذاك غير كلام ديال التنفيق وصل انشأت البغضاء. نقول المجتمع، هذا أب، الأب لا يقتل بولده في الشرع، الأب لا يقتل، لا يقتص من الولد بسبب أنه هذا ولدك، هذا أبوك الثاني،
تقول مشي الاب لا مشي وندير له السيت، علاش ما قريتوش عندك في الدار هنيتنا كاع؟ خطير، والناس يصفقون لهذه الاشياء. انا لا اقول لا 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 اقول بان المعلم هذا او الاستاذ فعل حسنا، اساء. احنا لا نشجع على العنف، ولكن لا نشجع على هدم هذه المنارات. حينما يصبح الانسان يدخل وهو خائف، اما ان يضرب ويحذف بشيء او يقال له كذا، وعليه ان يصبر، واذا عنف يجب ان يذهب الى السجن. هذه انتكاسه، هذه بحال مغلوطه، لان ضرب معلم شيء حاجه كبيره جدا، سجن معلمين شيء خطير جدا في مستقبل التربيه والتعليم. ما احسن ان يقول المعلم انا ما يعني حتى شيء حاجه، ندخل ونخرج ندير محفظتي. هذا انهيار الامه وانهيار القيم فعلا. لم يكن هذا دوك اللي كنا نقولوا الاب كان يقول للمعلم دير تانا، ماشي حنا كنا نصيو شيء، ولكن لابد اخطا نعذر صاحب الخطا، نلومه، نقول له، ولكن ماشي نجيبوا له جدر مية في الصباح يلا تمشي للحبس لانك قريت ولدي. خطير جدا، خطير جدا. وقد يقع الخطا من هذا وذا وذاك، ولكن لابد ان نعترف، نحفظ لرجل التعليم حرمته، ولا بد لرجل التعليم وامرأة التعليم ان يحافظ على مكانته وحرمته وان يفرضها. كل شيء بالمستوى ديالو، بالحضور ديالو، باللباس ديالو، يجب ان لا يكون، لا يقبل بان يصير في الهامش. اذا بغاو ننزلوك الهامش ما تنزلش، لانك صاحب رساله.